معاكم الصور وانتم مصورينها. مكتب جدا. بس شويه تنبيه بسيط جدا ركز معايا. واللي هيقرا الجزء ده لما يجي يسجل بقى اقراها تفاصيلها. وانا الحقيقه بختصر كتير جدا. انا يهمني المظاهر العامه للعرب. هي موجودة عند حضرات موجودة تصورها من الكلمة هشرحها لك عملية بسيطة جدا صعبة. ناخد الريديوس. كم عرف كلمة الريديوس؟ ايه هي الريديوس؟ ديفينيشن هي اللتر الجون وفور ارم. فور ارم اللي هو الساعد. لاترا الجون يعني العضله العظمه الخارجيه للساعد ببساطه. طيب اجزائها ايه؟ جنرال فيشرز. الظواهر العامه والوصف العام للعظمه. كاي نقطه هون بتتكون من اجزاء. تتكون من رأس هيد ونك ريديال فيبروزيتي والشهد بتاع العظمة يعتبر من ثلاث حاجات هيد ونك وريديال فيبروزيتي. رأس وعنق وحدث عضلي. طيب اللغة الآن بتتكون من ايه؟ بتتكون خمس أسطح وندوب إبري. يبقى لور إند هنلاقي هي لور إند خمس أسطح فايف سيرفيس وستايلويد بروسيس. هي التصفية. سطح أمامي سطح خلفي سطح قدسي سطح وحشي وسطح سفلي inferior surface.
أنسي، سطح وحشي، وسطح سفلي. خمس أسطح. طيب نحط النقاط الأساسية وبعد كده نمسك نقطة نقطة نتكلم عنها. يبقى الأبر إند ثلاث حاجات، رأس وعنق وحلق، واللور إند خمس أسطح ونتوء إبري، ستايلويد بروسيس، يعني ستايلويد بروسيس. دي أجزاء ثلاث أحرف وثلاث أسطح. الحافة ده بتبص على حافة مماثلة لها في عضلة الزند، ويوجد بينهما غشاء. غشاء بالإنجليزي يعني ميمبرين. هو غرفة. الغشاء اللي ماسك بين الحافتين دول بيوصل العضلتين لبعض، عشان كده طلعوا الاسم، هتلاقوا الاسم ده كتير، انتروسياس ميمبرين. انتروسياس غرفة. انتر يعني بين، اوسيس يعني عظم، غرفر يعني حافه، الحافه بين العظمتين اسمه انتر اوسيس غرفر. هلاقي البرطن ده هنا وهلاقيه في عظمه الزلم. هلاقي حافه اماميه وحافه خلفيه. بدأنا نجيل البطر وده بستير البطر. يبقى عندي ثلاث حواف، حافة بتبص على الزند اسمها انتروسياس، الناس يحتاج انتروسياس من برين، الغشاء اللي بين عظم، سموه انتروسياس غرفة، الحافة بين العظمتين. تلاقيه شارب وحاد. بعد ما نخلص الابر لمب هجيب لكم العظام بتاعتها ونقعد كده براحتنا خالص ندرس الحاجات دي ونراجعها، بس قبل ما نعمل الحركة دي كلهم مذاكرين التفاصيل العامة عشان واحنا بنوضحها تبقى تعتبر زي الفيجن. ده انتيريور غرفة وده مستيريور غرفة، حافة أمامية، حافة خلفية، حافة بين عظمتين. هيبقى عندي ثلاث اسطح، السطح ده امامي والسطح الخلفي اللي وراه والسطح اللي هو اللي في الجنب اللي هيبقى سطح وحشي، يبقى 3 سيرفيسز. انتيريور سيرفيس، بوستيريور سيرفيس، ولاترال سيرفيس. نراجع تاني العظمه دي لها ابر اند ولور اند وشات. ابر اند ثلاث كلمات، راس وعنق وحلق، هيد ونك وريديال فيبروسيتي. النهايه السفليه خمس اسطح ولدوب ابري، ستايلويد بروسيس، سطح اناني، سطح خلفي، سطح انسي، سطح وحشي، سطح سفلي. الشافت مثلث ثلاث حواف وثلاث اسطح، انتروسياس غرفة، انتيريور غرفة، بوستيريور غرفة، وثلاث اسطح، سطح اناني، سطح خلفي، وسطح وحش. مين يقسم لي العظمه ديت يقول اجزاءها عنها؟